في التحليلية من الميادين، كتيبة شيشانية تشارك في الصفوف الأمامية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ما دلالات مشاركتها؟ وما ستقدم للروس على صعيد المواجهة ضد الناتو؟ جامعات غربية تطرد الطلاب الروس، ومستقبلو النازحين في بولندا يعطون الأوكرانيين الأولوية على العرب والأسيويين والأفارقة. هل أسقطت المواجهة الروسية الأطلسية القناع وكشفت عن عنصرية الغرب من خلال تعامله مع اللاجئين؟ تركيا تطالب جميع الدول بعدم إرسال سفن حربية إلى مضايقها بموجب اتفاقية مونترو. ما هي اتفاقية مونترو التي فعلتها تركيا وكيف توظفها؟ وفي قضية اليوم، فيفا ويويفا أولوية الرياضة أم السياسة؟ لماذا يستبعد الاتحادان أندية روسيا ومنتخبها من المسابقات الكروية الدولية؟ ولماذا يدخلان الرياضة في الحرب الروسية الأطلسية؟ كتيبة شيشانية تتقدم جنبا إلى جنب مع القوات الروسية في العملية العسكرية الأوكرانية. أي دلالات لهذه المشاركة، خصوصا أنها تتقدم باتجاه العاصمة كييف؟ نتابع ثم نحلل. في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وضع رمضان قديروف جنوده في تصرف الرئيس الروسي. هؤلاء الجنود الشيشان اختاروا بحسب رئيس جمهورية الشيشان الروسية أن يصبحوا أبطالاً يضحون بأرواحهم من أجل أمن روسيا وأوكرانيا. يقول إن إرادتهم كانت تقليل الخسائر بين المدنيين. إذن يبدو أن الاعتماد في عملية نزع السلاح من أوكرانيا وحماية المدنيين في الدونباس على الدعم اللوجستي للجنود الشيشان هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية التي يشارك فيها 12 ألف جندي شيشاني بحسب وسائل إعلام روسية. بعد ساعات على إعلان بوتين عن العملية، ظهر الرئيس الشيشاني مودعا مقاتليه الذين أرسلهم إلى جبهات القتال الأكثر سخونة في أوكرانيا، وناصحا زيلينسكي بالاعتذار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنقاذ بلاده من الحرب، وحث الأوكرانيين على الإطاحة بحكومتهم، مع تأكيده أن 70 ألف متطوع جاهزون لتنفيذ أوامر القائد العام للجيش الروسي. يعتقد رئيس الشيشان أن الهجوم الحاسم وحده سيحقق تطهير خاركوف وكييف من هؤلاء القوميين المسلحين المتشبثين بالسلطة منذ 8 سنوات، وجاءت روسيا للدفاع عن الشعب المظلوم، ونتيجة لذلك تم فرض جميع أنواع العقوبات عليها. الإعلام الغربي وضع مشاركة الجنود الشيشان في العملية الروسية في سياق حرب نفسية تستخدمها وسائل الدعاية الروسية لبث حالة من الذعر، وينظر مراقبوهم إلى طريقة الترويج لانضمام المقاتلين الشيشان المعروفين بضراوة قتالهم إلى المعركة على أنه أحد الأسلحة المهمة في الحرب النفسية. يعتقدون أن استخدام بوتين المتكرر للقوات الخاصة الشيشانية لخوض حروبه عزز صورتهم المخيفة، لكن هذه الورقة قد تكون أقل أهمية بكثير مما يعتقد الكرملين. وللمزيد إلى محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر، نرحب بك عميد، ونسأل في البداية، ما الذي من الممكن أن تقدم هذه القوات الشيشانية أو الكتيبة الشيشانية للقوات الروسية في هذه المعركة في أوكرانيا؟ تحياتي للجميع. يعني هذه الوحدات الشيشانية تملك خبرات قتالية في قتال المدن. هذه الخبرة اكتسبتها في عدة مناطق. أولا في حروب الشيشان سابقا، يعني قبل في بداية التسعينات حتى مباشرة ضد الوحدات الروسية حينها، وفي سوريا يعني في مواجهة الإرهاب. وهذه النقطة ربما التي قد يكون لها التأثير الأهم من الناحية العسكرية في هذه المعركة. اليوم معركة الوحدات الروسية بدأت تتوضح معالمها تقريبا في أورامية، هي في أوكرانيا، هي في قتال المدن والقتال المتقارب.
هذه الوحدات الشيشانية لديها الخبرة في هذه المواجهة. الأهم في الموضوع أن هناك مجموعات، يعني كل المعطيات تدل أن هناك مجموعات إرهابية من التي قاتلت في سوريا والعراق يتم الآن التحضير نقلها، أو قد انتقل قسم منها إلى المدن الأوكرانية لمواجهة الوحدات الروسية. من هنا تأتي الأهمية العسكرية لتواجد هذه المجموعة التي لديها خبرة. طبعا الوحدات الروسية لديها خبرة في هذا الموضوع وقاتلت في سوريا، ولكن ربما الطابع الأغلب للوحدات الروسية كان الطابع الجوي، أو اشتركت بقوات جوية لم تكن تشارك مباشرة في عمليات خاصة إلا نادرا. قد يكون هذا الفارق اليوم تغطيه الوحدات الشيشانية نظرا لهذه الخبرة ولهذه التقنية في القتال المتقارب والقتال وجها لوجه. نعم. طيب، مراسل ميادين في لندن موسى سرور، الرئيس الأوكراني في المقابل أعلن عن تشكيل وحدة قتالية من غير الجنسية الأوكرانية، من غير جنسية أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية. الغرب كيف تعامل مع هذه الخطوة، وهل لاقت ترحيب أو تأييد حتى الساعة جماهيريا هذه الخطوة من قبل الرئيس زيلينسكي؟ يعني من خلال متابعة الإعلام ويعني الصحف البريطانية، هناك محاولة للاستعانة بأدبيات أو ربما استعادة مشهد مشاركة على سبيل المثال هنا في بريطانيا الكتيبة البريطانية في الفيلق الدولي الذي شارك في الحرب الأهلية الإسبانية وما أنجزته هذه الكتيبة من بطولات وإنجازات لإسقاط حكم فرانكو. صحيح أن على سبيل المثال هنا بريطانيا تحاول الحكومة، لملمت تصريح وزيرة الخارجية ليستروس التي اعتبرت أنها لا تمانع في ذهاب البريطانيين للقتال إلى جانب أوكرانيا ضد القوات الروسية، ولكن حتى في ذلك فشلت. وزير الدفاع البريطاني أعلن البارحة بأنه فقط هو يريد ذهاب الذين يجيدون القتال، وطلب حتى منهم الانضمام إلى الجيش البريطاني. حتى قبل قليل جونسون قال أنه لا يدعم هذا الأمر. هناك نقاشات في الساحة الأوروبية وفي بريطانيا عموما لأن هذا الأمر هو مخالف للقوانين. هناك قوانين تعود إلى عام 1870 على سبيل المثال هنا في بريطانيا التي تمنع مشاركة بريطانيين في القتال ضد دولة لم تعلن بريطانيا الحرب ضدها. طيب عميد شارل، ما هو البعد السياسي والاستراتيجي الذي من الممكن استنتاجه من خلال مشاركة هذه القوات الشيشانية جنبا إلى جنب مع القوات الروسية في أوكرانيا؟ طبعا هناك بعد جد مهم في مشاركة هذه الوحدات يعني جنبا إلى جنب مع الوحدات الروسية. يعني إذا كانت الشيشان هي المناطق اللي تشكل جغرافيا المناطق الجنوبية لروسيا في القوقاز، والتي هي على امتداد أبخازيا وجورجيا بين الفاصلة بين بحر قزوين والبحر الأسود، أن يكون لمشاركة هذه المجموعات في المعركة هي لم تعد المعركة هي تتعلق فقط بإزاحة زيلينسكي وما شابه، الموضوع يتعلق بالأمن القومي الروسي، أن تشارك مجموعة وطنية جمهورية تابعة للاتحاد الروسي في هذه المعركة المهمة استراتيجية التي تخوضها اليوم روسيا ضد الغرب وضد الناتو في موضوع الأمن القومي، في موضوع حصار الناتو وحصار الأمريكيين عليها. هذا شيء مهم جدا في الموضوع الاستراتيجي وأيضا في الموضوع الداخلي الوطني، خاصة أنه تاريخيا يعني كان هناك حساسيات وكان هناك مواجهات بين منطقة الشيشان والوحدات الروسية. هذا الانخراط اليوم في قد تكون أقصى معركة تخوضها الوحدات السورية برية خارج أرضها روسية. هذا الانخراط يشكل الروسية طبعا، هذا يشكل بعدا مهما وطنيا من الناحية الوطنية أن كل المجموعات والجمهورية التابعة للاتحاد الروسي هي منخرطة بالكامل في البعد القومي أو المعركة الوطنية للدولة الروسية. من هنا يأتي هذا البعد. نعم. نتكلم عن على الأقل 12 ألف مقاتل، ولكن قد يصل العدد إلى 70 ألف مقاتل. هذا يشكل بعد مهم أيضا من الناحية الاستراتيجية. نتكلم عن جيش كامل تقريبا لديه خبرات جد مهمة. هذا الموضوع سوف يعطي بعدا وقوة للمعركة الروسية خارج روسيا في أوكرانيا وفي المناطق على سواحل البحر الأسود وفي منطقة الدنباس بشكل عام. إذا إن كنت أوكرانيا فلك الأولوية بين النازحين عند الحدود البولندية، أما إن كنت أسيويا أو أفريقيا فأنت آخر من يحق لك العبور. بهذه العنصرية يتعامل الغرب، ووصل الأمر عند بعض جامعاته حد طرد الطلاب الروس. مشاهد العنصرية الفجة التي أتقنها الجيش الأوكراني جعلته علامة فارقة
ومشهد منع النازحين من ذوي البشرة السمراء من صعود القطارات كاف لهز الرأي العام العالمي. ليالي من البرد القارس ومعاملة اكتسب طابعا عنصريا زادت من معاناة مئات الأفارقة على الحدود البولندية وهم يحاولون الجاهدين مغادرة أوكرانيا. أيام من النزوح المتواصلة كشفت المعايير الأوكرانية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان التي من المفترض أن تكون موحدة، لكن التطورات كشفت السياسة الغربية والكيل بمكيالين. جانب آخر من العنصرية الغربية ظهرت ملامحه في ملاجئ النازحين على الحدود الأوكرانية التي طالتها سهام العنصرية الباغضة. ملاجئ تفتقر إلى أبسط سبل الحياة سواء في التدفئة أم في حالات الاكتظاظ في الغرف، مقارنة بتوفير المستلزمات كافة للاجئين الأوكرانيين. دول تشدق مسؤولوها ببيانات الاستنكار والإدانات، لكن الغريب هو غياب المنظمات الدولية عن العنصرية الغربية، ولا سيما أن عشرات الجامعات الأوروبية طردت آلاف الطلاب الروس بحسب مفوضة حقوق الإنسان في روسيا. على وقع الإنسانية الغربية المزيفة التي ميزت بين أسود وأبيض وبين أوكراني وروسي وبين أوروبي وأسيوي، يرسم الغرب صورة وحشية على الحدود وفي الممرات الإنسانية ركيزتها العنصرية. ومن جديد إلى موسى سرور. موسى، كيف تتعاطى الدول الغربية مع هذه الأزمة، أزمة النزوح الأوكراني، ومع المواطنين الروس داخل الأراضي الدول الأوروبية؟ نعم، يعني واضح العنصرية في مسألة التعاطي ضد الروس المتواجدين على الأراضي الأوروبية. هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الحكومات الغربية لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين. على سبيل المثال، رئيسة المفوضية الأوروبية فاندرلين اعتبرت أن كل من يهرب مما سمته أقنابل بوتين فإن نفتح له ذراعنا لاستقبال هؤلاء الأوكرانيين. هناك تقديرات بأن أكثر من 4 ملايين ربما أوكراني قد يلجؤون إلى الدول الأوروبية. هناك تشريعات أصدرتها الحكومات الأوروبية، الاتحاد الأوروبي تحديدا، لاستقبال هؤلاء. بريطانيا المتشددة ضد المهاجرين، اليوم أعلنت وزيرة الداخلية عن استقبال 200,000 أوكراني إلى المملكة في المملكة المتحدة، رغم وجود ضغوط وانتقادات ضد حكومة بوريس جونسون بعدما صدرت تصريحات تقول أنه يجب استقبال هؤلاء أو جلب هؤلاء الأوكرانيين للعمل في مزارع الفواكه. عدلت الحكومة ووزيرة الداخلية من خطابها و يعني أعلنت عن استقبال في البداية عن 100,000، ولكن لا تريد هذه الحكومة أن تنفق على اللاجئين الأوكرانيين، وقالت أن من لديه أقارب من الأبناء الجالية الأوكرانية المتواجدين هنا في المملكة المتحدة يمكنهم يعني استقبال الأوكرانيين، ولكن بعد الضغوط اضطرت الحكومة أن تتخذ قرارات لاستقبال هؤلاء الأوكرانيين. حتى فيما يتعلق بالأوكرانيين كان هناك نوع من التمييز ضد هؤلاء هنا في المملكة المتحدة. أما فيما يتعلق ببقية الأجانب، هناك معاملة مختلفة جدا وقاسية. هناك ما يعرف بالنظرة العدائية للأجانب أو ما تعرف بالزينوفوبيا، هذه بدأت في الانتشار تحديدا ضد المواطنين الروس. هناك حملة وتعبئة كبيرة ضد المواطنين الروس يعني تعتمدها وسائل الإعلام، وضغوط على طرد الروس الأثرياء من الروس. هناك من يقول أن هؤلاء هم من يعني يفسدون المؤسسات الأوروبية وتحديدا البريطانية، وبالتالي هذه الهجمة العنصرية قائمة منذ عدة أيام، وربما
قد تشهد بعض أعمال العنف، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدأت هذه الظواهر الكره للأجانب تتفشى على الأرض البريطانية. طيب محمود واثق، محلل ميادين للشؤون التركية والأفغانية، أيضا هناك أصوات تتعالى ضد وجود اللاجئين على الأراضي التركية، البعض وصف هذه الأصوات بأنها أصوات عنصرية، وبالتالي كيف تتعامل السلطات في تركيا مع هذه الحالة إن كان مع اللاجئين وإن كان مع هذه الأصوات؟ نعم صحيح، بالفعل يعني هناك بعض التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر من بعض الشخصيات المحسوبة على الحركات القومية أو القوميين الأتراك تجاه اللاجئين السوريين أو الأفغان أو حتى موجودة وهي ليست جديدة من القوميين الأتراك الذين يطالبون بالترحيل هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم، وأن تركيا تواجه أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية بسبب تكدس هؤلاء اللاجئين. هذه العنصرية موجودة لدى كثيرين أو لدى بعض الشخصيات المحسوبة على الأحزاب والحركات القومية في تركيا، لكن السلطات التركية وبشكل رسمي الحكومة التركية تقول بأنها تستضيف أكثر من 4 مليون لاجئ سوري وأفغان ومن بلدان أخرى التي تشهد نزاعات وصراعات، نعم، وتقدم كل الخدمات اللازمة والتسهيلات اللازمة لهؤلاء اللاجئين، وأنه لا يوجد أي تمييز بين المواطنين الأتراك وبين هؤلاء اللاجئين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية، الخدمات، نعم، الصحية والخدمات العامة. طبعا سياسة الدولة واضحة في هذا الاتجاه، لا يوجد تمييز عنصري او اي مناهضه او كراهيه لهؤلاء اللاجئين، لكن بعض المواقف العنصريه موجوده لدى بعض الشخصيات. طيب موسى، يعني من الواضح ان هناك نوع من الازدواجيه يمارس فيما خص اللاجئين او في التعاطي مع اللاجئين، ابرز وجوه هذه الازدواجيه ان كان على الصعيد الاعلامي او على المستوى السياسي او حتى شعبيا في التعاطي مع لاجئ دون آخر؟ نعم، يعني من خلال يعني المتابعة لوسائل الإعلام هناك معايير مختلفة استخدمتها وسائل الإعلام على سبيل المثال لنبرز بعض منها، فيما يتعلق بتطوع الأجانب والمقاتلين للذهاب للقتال في أوكرانيا، اعتبرت هذا الأمر بطولة، بينما فيما يتعلق بقضايا أخرى هي إرهاب، وتحديدا فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية. الضابط الأوكراني على سبيل المثال وسائل الإعلام اعتبرته عملا بطوليا، بينما إذا فجر أو إذا قام أحد بالقتال ضد إسرائيل على سبيل المثال هذا إرهاب. التضامن مع أوكرانيا هو حق أصيل، لكنه ممنوع التعاطف على سبيل المثال هنا في بريطانيا مع القضية الفلسطينية. هناك حملة رسمية ضد ما يعرف بحركة BDS التي يعني تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية لما ترتكبه إسرائيل من إرهاب في، نعم، ايضا فيما يتعلق بدعم اوكرانيا بالسلاح هذا موجود، وهذا يعني تروج له وسائل الاعلام وحتى المسؤولين البريطانيين والاوروبيين لدفاع الاوكرانيين على انفسهم، بينما هذا الامر يعاقب عليه. هناك تشريعات في بريطانيا تحرم بل تعاقب كل من يرفع صوره لقاده المقاومه مثلا، وحتى اعلام المقاومه تصل عقوبتها الى 10 سنوات. يعني هذه المصطلحات موجوده وتمارس من قبل الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام والمسؤولين. على سبيل المثال أيضا فيما يتعلق بالمهاجرين الأجانب الذين غرقوا في بحر المانش، هذا كان هناك تعاطي سياسي وتجاذب سياسي بين فرنسا وبريطانيا فيما يتعلق باستقبال هؤلاء اللاجئين، وأيضا هناك تشريعات محلية. بريطانيا الآن تشرع لقانون الجنسية وقانون الحدود، تخول السلطات، نعم، البريطانية وزارة الداخلية تحديدا في حرمان 5 ملايين لأنهم يمتلكون يعني جنسيات أخرى، وبالتالي هذا يعني استهداف المسلمين والأفارقة وغير يعني الغير من الأقليات المتواجدة على الأراضي البريطانية. إذن إلى ما ترمي تركيا من تفعيل اتفاقية مونتريال المضائق؟ ما هي هذه الاتفاقية في الأساس؟ وضد من يريد الرئيس التركي توظيفها؟ نتابع ثم نحلل.
أخيرا رفعت تركيا ورقتها في الحرب الروسية الأوكرانية ملوحة باتفاقية مونترو، هو خيارها في الوقوف إلى جانب أوكرانيا عبر منع السفن الحربية من الوصول إلى البحر الأسود، ما يضعها ضمن أحد اللاعبين الأساسيين في الحرب القائمة. لقد قررنا استخدام السلطة الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بطريقة تمنع الأزمة من التصعيد. لا أحد يساوره الشك في أننا سنتجاوز الأزمة الحالية بشمال البحر الأسود على غرار التحديات السابقة. إننا نؤيد احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها السياسية وسلامتها الإقليمية. هي صلاحية منحت لتركيا عام 1936 عقب اتفاقية مونترو نسبة إلى بلدة مونترو السويسرية حيث وقعت هذه الاتفاقية، وتسمح لأنقرة بوضع يدها على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يصلان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط مرورا ببحر إيجا. فكيف يمكن لتركيا الاستفادة من هذه الاتفاقية لصالح أوكرانيا؟ تتضمن الاتفاقية 29 بنداً منها ما هو معني بالسفن التجارية وأخرى تخص السفن الحربية. في الشق العسكري نعود إلى ما تحدث عنه وزير الدفاع التركي الذي شدد على مواصلة بلاده تنفيذ البنود 19 و20 و21 من الاتفاقية، وتقع تحت عنوان واحد هو حق تركيا في إغلاق المضيقين أمام السفن الحربية للدول المتحاربة. على هذا الأساس بات محظوراً نقل المعدات العسكرية أو السفن الحربية إلى البحر الأسود، وهي خطوة استراتيجية لما يمثله المضيقان من منفذ لا بديل عنه، خطوة يرى فيها إردوغان حماية لمصالحه الوطنية ومراعاة للتوازنات الإقليمية والعالمية. ولا ننسى هنا دعوات الرئيس الأوكراني السابقة في هذا الإطار قبل أن تلاقي استحسان الخارجية الأمريكية. ومن جديد إلى محمود واثق. محمود، كيف يمكن قراءة الصلاحيات التي تمنحها هذه الاتفاقية اتفاقية مونتريال لتركيا في أوقات الحروب؟ يعني بداية هناك قراءات مختلفة للموقف التركي الذي صدر يوم أمس من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم فسره وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو حول إغلاق أو منع مرور السفن الحربية للدول المطلة على البحر الأسود أو غير المطلة على البحر الأسود من مضيقي البوسفور والدردنيل. الكل يفسر هذه المواقف حسب موقعه في الأزمة الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية. البعض هنا يتحدث من أن الموقف التركي جاء لمنع أو لقطع الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن توجه أو ترسل سفنها الحربية إلى البحر الأسود، وهذا ما حصل عام 2008 بعد ضم أفخازيا وأوسيتيا عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال سفنها الحربية التركية منعت ذلك وفق هذه الاتفاقية اتفاقية مونترو. ما جاء في الموقف التركي بأن المنطقة الآن في حالة حرب، هناك حرب، هناك أزمة أوكرانية وهناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يحق لتركيا الطلب من جميع الدول سواء كانت مطلة على حوض البحر الأسود أو غير المطلة بمنع إرسال سفنها الحربية. لكن هذا لا يعني، هناك استثناء بأنه يحق للدول المطلة على حوض البحر الأسود بمرور سفنها الحربية إلى قواعدها أو موانئها في البحر الأسود. إذن هناك استثناء، وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو بأن أنقرة لا تستطيع منع مرور السفن الحربية الروسية إذا كانت هي تعود إلى موانئها في البحر الأسود. طيب عميد شار، في حال طبقت تركيا فعليا هذه الاتفاقية والصلاحيات الممنوحة لها بخصوص المضيق، كيف من الممكن أن تتأثر عملية القوات الروسية في الداخل الأوكراني؟ يعني إذا اعتبرنا لينا أن الاتجاهات الثلاث للسفن التي يمكن أن تمر أو لا تمر والتي تؤثر في هذه المعركة الآن، يعني أشار إليها زميل الواثق، هي الأمريكية والأوكرانية والروسية.
الآن في هذه المواجهة الأمريكية لم تدخل إلى هذه المواجهة، هي بعيدة لأن الناتو غير مشترك بطريقة مباشرة ضد الوحدات الروسية، لا نشاهد هناك مواجهات، هذا يعني يبعد إمكانية دخول أو استفادة الأمريكيين. أيضا أن لا تدخل الأوكرانية أو تدخل أوكرانيا، لا تملك سفن خارج البحر الأسود، هي لن تستفيد حكما، هذا بطبيعته يجعلنا نستنتج أن الموضوع موجه فقط باتجاه البواخر الروسية الحربية والتي هي الآن موجودة في المتوسط ولديها مناورات، لديها قدرات، وأن تمنع من التواصل البحري بين وحداتها في البحر الأسود البحرية وفي المتوسط، هذا يعتبر وكأنه تدخل أو كأنه ضد الروس في هذه المعركة. هذه تعتبر أنا بتقديري من الناحية العسكرية هي يعني خطوة ضد روسيا بشكل كامل. وبالتالي محمود، كيف توظف تركيا بنود هذه الاتفاقية للوقوف على مسافة واحدة من أوكرانيا ومن روسيا؟ يعني هناك نوعا من الغموض والضبابية في الموقف التركي الذي صدر خلال الأيام الماضية من الأزمة الأوكرانية. الأتراك لا موقف ثابت لدى الأتراك بأن هناك علاقات جيدة واستراتيجية مع روسيا، وهناك أيضا علاقات استراتيجية وتحالف مع أوكرانيا، وباعتبار تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي فإن معظم مواقفها تكون متطابقة دائما مع الموقف الصادر من الحلف الأطلسي. في المقابل تقول تركيا، وهذا ما أكده أردوغان، بأن تركيا لا يمكنها أن تتخلى عن الصداقة مع روسيا، إذن هناك علاقات متشعبة مع موسكو أيضا. من خلال هذا الموقف ومن خلال تفعيل اتفاقية مونترو أيضا، هذا ما فهم على الأقل هنا في تركيا، بأن تركيا لا تريد أن تذهب بعيدا في استدعاء روسيا أو أن تقف إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، لهذا قالت بأنها ستنفذ أو تطبق هذه الاتفاقية في زمن الحرب، لكنها في المقابل ستسمح للسفن الحربية الروسية بالمرور إلى موانئها وإلى قواعدها في البحر الأسود. أصلا السفن الحربية مرت من هنا في شهر فبراير عندما كانت هناك تدريبات بحرية أجرتها موسكو قرب الموانئ أو قرب الشواطئ الأوكرانية. إذن محمود واثق موسى سرور والعميد شال أبي نادر، شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير مشاهدينا، نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا. الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم يتحدان في ضرب مبادئ اللعبة ويعلقان مشاركة منتخب وأندية روسيا في كرة القدم، وخلفية القرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فأي رابط بين العملية العسكرية والرياضة؟ ومنذ متى تتدخل الاتحادات الدولية في السياسة؟ أليس العكس هو المفترض؟ أين حماية اللعبة من السياسيين؟ استبعاد روسيا عن تصفيات كأس العالم سابقة قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خضع فيفا لأوامر الغرب ولتأثير عدد من الاتحادات الأوروبية ولا سيما الفرنسي والألماني. إدخال الرياضة في الشأن السياسي بات واقعا، المنظمة الرياضية الأكبر ضربت قوانينها ومبادئها. القرار لم يستند إلى أي مادة قانونية بحسب العديد من الخبراء القانونيين. ورأى المرشح السابق لرئاسة فيفا ديفيد نكد في حديث إلى الميادين أن قرار الاتحادين الدولي والأوروبي استبعاد المنتخبات والأندية الروسية هو ضرب من النفاق الغربي بعدما غفلوا عن جرائم كثيرة حدثت ولا سيما بحق الفلسطينيين واللبنانيين. هي ازدواجية المعايير، ونحن نؤكد مرة أخرى لا نريد أن نرى حربا ولا تستهوينا الحرب في أي برد كان، لكن ما نريد أن نفعله هو أن نحرص على أن القارات تطبق بالطريقة نفسها على البلدان كافة، لا أن يهب الغرب في مواجهة روسيا فيما يبقى يغض الطرف حيال ما تفعله إسرائيل في فلسطين أو ما فعلته أمريكا في العراق أو أفغانستان.
رياضيا سيكون المنتخب البولندي أكبر المستفيدين من قرار حرمان المنتخب الروسي خوض الملحق المونديالي، فضمن تأهله مباشرة لمواجهة الفائز من مباراة منتخبي السويد وتشيكيا على أرضه. وكانت المنتخبات الثلاثة أعلنت رفضها للعب ضد روسيا، وانضم إليها العديد من الاتحادات الوطنية، ما دفع فيفا إلى الانصياع للأكثرية المقاطعة لإنقاذ مونديال قطر من التأجيل أو الإلغاء. مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي قاد عملية التغيير في فيفا بعد خسارة الولايات المتحدة استضافة مونديال 2022 أمام الملف القطري، ومهد الطريق لوصول جاني إنفانتينو لتولي رئاسة جمهورية كرة القدم. الرد الروسي جاء عبر بيان اتهم فيه فيفا ويوفا باتخاذ قرارات تمييزية، إذ تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية وبالملايين من المشجعين الروس والأجانب. الاتحاد المحلي حذر أن هذه الإجراءات تؤدي إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي الملتزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة، مشيرا إلى الطعن في القرار في المحاكم الرياضية الدولية. العزلة الرياضية لروسيا امتدت إلى رياضات أخرى. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قرر سحب تنظيم كأس العالم من موسكو، وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوصت بحظر مشاركة الروس والبيلاروس في المسابقات الرياضية على خلفية العملية العسكرية في الدونباس، كما سحبت وسام الاستحقاق الأولمبي من جميع الأشخاص الذين يشغلون حاليا وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد الروسي بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين. وإلى مذيع ومقدم البرامج الرياضية في الميادين مايك شلهوب، نرحب بك ماي، ونطرح السؤال: بحسب لوائح الفيفا واليويفا فإن الشعار الأساسي إبعاد لعبة كرة القدم عفوا عن أي عنوان غير رياضي وعدم السماح بالتأثر أو التأثير في مخص أي قضية مطروحة بعيدا عن رياضة مهما كان حجمها. هل خالفت المنظمتان الويفا أو الفيفا واليويفا المبدأ الأساسي لها؟ هي أبعد من ذلك بكثير ديما، خالفت وضربت بعرض الحائط كل القوانين والمبادئ الكروية والميثاق الرياضي، لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا يمنعان تداخل السياسة مع الرياضة وكرة القدم على نحو خاص في هذا المجال. يعني دائما كانت الفيفا ترسل مبعوثيها إلى بعض الدول حيث تجرى الانتخابات الاتحادية الوطنية منعا لأي تدخل سياسي، واليوم نرى كل الإجراءات التي أخذتها هذه المنظمة العالمية ضربت بعرض الحائط كل القرارات. يعني عندما وضعت منتخب روسيا خارج مونديال قطر ومنعت المواجهة بين روسيا وبولندا في 24 من الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم، يعني تخيلي بأن بلدا استضاف كأس العالم في النسخة الماضية وقام بأفضل أعداد لهذه البطولة، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين نال كل الهدايا من الفيفا من يعني الألقاب الشرفية، كذلك الحال بالنسبة للاتحاد الدولي للجودو، اليوم تم التنازل عنها من هذه الاتحادات الدولية وأخذوها منه بسبب ما يحصل في روسيا أوكرانيا. والسؤال الكبير: أين هو الوضع السياسي المتداخل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ وهنا أيضا يعني سان بيترسبورغ، هذه المدينة التاريخية في روسيا، خسرت منذ اليوم الأول استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أيار مايو المقبل، وهذا النهائي هو الثاني في ترتيب أهمية المباريات العالمية بعد نهائي كأس العالم لأسباب سياسية بحتة. وهذه المنظومة كانت قد عاقبت بعض اللاعبين عندما رفعوا شعارات ليست سياسية إنما إنسانية إذا صح التعبير، عندما أعلنوا تضامنهم الكامل مع أطفال غزة على سبيل المثال. طيب نزار عبود، محلل ميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة، كاس محكمة التحكيم الرياضية، ما بين المتوجب عليها والمأمول منها في ظل سياسة الضغط القصوى من دول الغرب، كيف ستتعامل مع هذه القضية؟
تحية لك للجميع طبعا. لا شك أن هذه المحكمة أو أي استئناف تقدمه روسيا هذه إلى كاس لابد أن تنظر إليه من زوايا عديدة، أهمها أن عزل روسيا هو بحد ذاته تمييز، وتمييز قائم على أساس واهي جدا، على أساس سياسي وتدخل عسكري. صحيح أن الفريق الروسي هو برعاية الدولة الروسية، إلا أن لا يد له، ويمكن لروسيا تحاجج في هذا المجال، لا ضلع له بما يحدث في أوكرانيا. الأمر الآخر طبعا أن ميثاق فيفا كما تفضل الزميل مارك شالهوب هو لا ينطوي على أي إشارة إلى إدخال السياسة أو زج السياسة في الأعمال الرياضية. المبدأ الأساسي في الرياضة أن تكون حيادية، وأن يتبارى اللاعبون من كل الأمم والشعوب، لتقريب التعايش بين الشعوب بشكل أساسي. وبالتالي روسيا لديها حجج كثيرة، وإذا كان هناك من تمييز في السابق طبعا مورست مثل هذه المقاطعة بحق جنوب أفريقيا، بحق يوغوسلافيا عندما كان هناك حرب، لكن هذه كانت كلها تحت ضغوط سياسية. التسييس هنا هو حجة قوية في يد روسيا لكي تستأنف الحكم وتفرض على اللجنة الثلاثية التي تشكلها كاس للنظر في هذه القضية، بحيث أنها تقنعها بشكل قاطع. لكن الضرر الحقيقي هو عندما تقرر فرق من الفيفا مقاطعة الروس، وهذا لا تستطيع فيفا أن تفرض عليهم اللعب ضد الفريق الروسي. وهناك طبعا مؤشرات كثيرة على أن عدة فرق مثل الفريق التشيكي والبولندي وغيره لا يريدون اللعب مع فريق روسي. طيب قاسم عز الدين، محلل الميادين الشؤون السياسية والدولية، يطرح السؤال: لماذا يتم زج الرياضة ضمن مسار الضغط الأطلسي على روسيا؟ يعني أولا الرياضة المنظمات الدولية ومن ضمن المنظمات الرياضية وحتى المنظمات الأخرى هي أدوات وهي أسلحة، بغض النظر عن القوانين والصبغة أو التغطية الدولية، هي مؤسسات غربية بنهاية المطاف أو تحت الهيمنة الغربية. ما نشهده اليوم بالنسبة للغرب هو مكارثية أوروبية بريطانية. يعني صحيح بايدن هو المايسترو الذي يدير العملية كلها، لكن الأوركسترا العملية والفعلية هي أوروبية بريطانية، وتستخدم كل الأسلحة الرياضية والثقافية والتربوية والإعلامية والعلمية، وتطال كل يعني جوانب الحياة ضد روسيا، شيطنة روسيا، وليس شيطنة الحكم أو شيطنة الدولة، شيطنة روسيا. هذا ما شاهدناه من المكارثية الأمريكية المعروفة. هي تخوض معركة كسر عظم، ليست مسألة يعني خاضعة للأخذ والرد، هي معركة كسر عظم ومعركة وجود. وبهذه المعركة تستخدم كل الأسلحة، وأنا باعتقادي أنها تذهب إلى النهاية، إلى آخر ما يمكن أن تستخدمه. طيب مايك شلهوب، يويفا قطعت علاقاتها بغازبروم، غازبروم كانت راعية أساسية وكبيرة لدوري أبطال أوروبا. المنظمة طبعا إلى جانب الفيفا، ألن تتأثر بطبيعة الحال بهذه الخطوة، خصوصا بعد الانعكاسات الكبيرة الاقتصادية والمالية من بعد جائحة كورونا على المنظمتين؟ صحيح، قرار اليوفا دينا يأتي بعد معاناة لأكثر من موسم في الدوريات الأوروبية بسبب جائحة كورونا، وكلنا جميعنا نعرف ماذا حصل خلال عام ونصف العام في الدوريات الأوروبية. غازبروم كانت تدفع سنويا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغ 40 مليون يورو، هذا على نحو سنوي. ربما حصل بعض التعديل خلال فترة الجائحة وابتعاد الجمهور عن الملعب،
الملاعب كما هي حال كل المعلنين، لكن هذا مبلغ كبير جدا دينا نسبة للاتحاد القاري اليوم خسر هذا العقد الرعائي. ولكن السؤال الكبير بأنه هذه الشركة عقدت اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي عام 2012 وهو يمتد، الصفقة تمتد حتى 2024، فما الذي سيحصل من الآن وحتى عامين؟ حتى أنه غازبروم مثلا ترعى فريق شالكي في ألمانيا بمبلغ 9 ملايين يورو سنويا، وإذا انتقل إلى درجة الأولى سيحصل على 15 مليون يورو. كل هذه المبالغ خسرتها الأندية والاتحاد القاري، ولكن السؤال الكبير كيف سيعوض الاتحاد والاتحادات الوطنية في أوروبا هذه الخسائر؟ أعطيك مثلا على سبيل المثال، يعني إسبانيا، الاتحاد الإسباني لكرة القدم شهد تراجعا في مداخيله، تعرفين ماذا فعل كي يعوض هذه الخسائر؟ نقل بطولة، يعني لا أريد أن أقول هامشية ولكن متواضعة جدا، تتألف من فريقين اسمها سوبر كوبا دي إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، ولكن وضع فريقين آخرين ليصبح المجموعة 4 أندية تشارك، ونقلها إلى المملكة العربية السعودية. بمجرد الانتقال حصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على 40 مليون يورو. في نهاية المطاف الدول العربية تدفع الفواتير. وبطبيعة الحال في كل يعني في كل القضايا للأسف، نزار عبود، هذا القرار من قبل فيفا هل يمكن قراءته في سياق يعني امتداد لمحاربة روسيا في كافة المجالات ومحاولة لعزلها أكثر على الساحة الدولية؟ بالتأكيد طبعا، هناك حرب شعواء لعزل روسيا بشكل أساسي، ليس فقط على المستويات الرياضية إنما على المستويات الثقافية، على مستويات المشاركة في المنظمات الدولية، أيضا عزلها حتى في منظمة الأسلحة الكيميائية وغيرها. هناك نظرة غربية فيها كثير من ضيق الصدر لتقبل النهوض الآسيوي. الولايات المتحدة والدول الغربية في حالة تراجع واضمحلال على المستوى المكانة العالمية، سواء الصناعية منها أو حتى العسكرية. السلاح الروسي ينافس السلاح الأمريكي في كل الساحات. هناك إقبال من دول موالية للولايات المتحدة وقريبة منها تود أن تقتني أسلحة روسية بدلا من أسلحة أمريكية. هناك طبعا نهوض كبير في الصين. هذا كل ذلك يزعج الغرب الذي تمتع لفترة طويلة بمكانة كبيرة على المستوى الدولي، وبالتالي هو يريد الانقاص من ذلك. لاحظنا طبعا في الأولمبياد الصيني كيف قاطعت الولايات المتحدة ذلك الأولمبياد، وإن كان ليس على مستوى اللاعبين لكن على المستوى الرسمي والحضور. هذه الصورة بأن الدول مثل روسيا والصين تستطيع تنظيم مؤتمرات أو ألعاب والظهور بمظاهر دول متكاملة وقوية، هذا يزعج كثيرا الغرب لأنه احتكر هذه الصورة لفترة طويلة واحتكر التميز والسيطرة لفترة طويلة ولا يريد أن يكون له شركاء. وبالتالي أعتقد أن عزل روسيا يتم على كل المستويات وعلى رأسها طبعا المستوى المالي، بعدما شاهدنا الحجز مئات مليارات الدولارات ومقاطعة المصارف الروسية وغيرها. وهناك طبعا مضايقة لكل الدول التي تتعامل معها، وهناك طبعا تفكير أمريكي حتى بالحد من نفوذ روسيا على مستوى الطاقة بتدبير البدائل سواء بالنسبة للغاز وتصدير الغاز والنفط الأمريكي، وبذلك تستفيد الولايات المتحدة من ناحيتين: ارتفاع كبير في أسعار المحروقات تبيعها للدول الأوروبية وبذلك تملأ خزاناتها الفارغة. وهنا طبعا العزل الروسي يفيد كثير بهذا المجال. طيب قاسم عز الدين، في المقابل ألا يمكن أن تؤدي أو يؤدي هذا القرار وهذه الخطوة إلى ضرب واحد من أقوى وأهم وأكبر القطاعات الاقتصادية في أوروبا، كرة القدم، بتداعياتها لهذه الخطوة؟ طبعا يعني أوروبا مستعدة أن تضحي ب مجمل القطاعات الاقتصادية الكبيرة من أجل تحقيق هدف استراتيجي وبالنسبة إليها هو هدف تاريخي. عمليا كل ما تقوم به حاليا باتجاه المقاطعة أو باتجاه عزل نفسها، عزل الدول الغربية عن روسيا وما بعد روسيا،
لأن تهدد أيضا دول آسيا الوسطى ودول أخرى إذا مالت إلى روسيا. هي تدعو أو تعتزم بناء نفسها، وهذا هو الأساس. إذا استمعنا رئيسة المفوضية الأوروبية وحتى رئيس المجلس الأوروبي والبرلمان وإلى آخره، هذه النشوة التي يتحدثون بها بعنجهية عنصرية، سببها ماذا؟ سببها أن أوروبا تكتشف نفسها، تعين لنفسها هدف يتراءى لها أن هدف تاريخي لإعادة بناء نفسها. رئيسة المفوضية تقول أن مستقبل أوروبا مرهون بأوكرانيا. كيف ينعكس هذا؟ ينعكس أنها تجد نفسها، والأهم بأي اتجاه ليس هذا المهم، الخسائر يمكن أن تعوض. الشركات، أندية كرة القدم، الشركات المتضررة من الاقتصاد إلى آخره، يمكن أن تعوضها كما عوضت أثناء جائحة كورونا. لكن بنهاية المطاف ما يهم وهو الأساس بالنسبة إلى أوروبا، من يدفع الثمن؟ يدفع الثمن الأوروبيون، التقشف. وبهذه المناسبة شحمة على فطير بالنسبة لأوروبا، لأنها يمكن أن تلجأ إلى سياسة التقشف على صعيد كل الصعد وكل المستويات. ولحد الآن يبدو أن الأوروبيون، أن الأوروبيين مستعدين أن يدفعوا هذا الثمن، نظرا لحملة البروباغندا التي تعم وتعج في العالم. ولا نجد هناك مجال لأن يفكر هؤلاء الناس إلى أين يذهبون. طيب، لكن مايكل، هناك ضرر دون شك على المجتمع الرياضي. حجم هذا الضرر على المجتمع الرياضي، وهل تفقد الفيفا مصداقيتها كمنظمة رياضية مستقلة عن أي قضايا ذات شأن آخر غير الرياضة؟ هي فقدت مصداقيتها في السنوات الماضية، لا سيما عندما كان جوزيف سيب بلاتر متزعما هذه المنظومة، والراحل الكبير الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا كان من أشد المعارضين لسياسة الفيفا على مدى عقود كاملة من الزمن. يعني أكثر من ينضوي تحت لواء الفيفا من المقربين لهذه الاتحاد الدولي لكرة القدم هم حيتان المال في العالم، هم أصحاب الميليشيات العالمية، هم تجار على صعيد دولي، هم يملكون شركات في دول مصنفة ضمن الملاذ الضريبي. يعني هذه المنظومة لم تكن يوما تتمتع بالشفافية ولا بالمبادئ الرياضية ولا بالميثاق الرياضي. يعني للصدفة بأنه روسيا قبل 4 أعوام حين استضافت مباريات كأس العالم كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يضع أموالا باهظة للاتحادات المحلية على شكل عقوبة مالية إذا فتح أحد اللاعبين المجال للإطلالات السياسية سواء على قميصه أم للجمهور الوافد حين يعبر عن صيحات سياسية. كان بسرعة البرق الاتحاد الدولي الفيفا يعاقب عشرات آلاف الفرنك السويسري لهذه الاتحادات المحلية. واليوم نرى يعني ماذا يحصل في الملاعب الأوروبية، كيف يتضامن اللاعبون تجاه أوكرانيا، كيف يطالبون بوقف الحرب. ملعب واندا متروبوليتانو الشهير في العاصمة مدريد وضع عنوان كبيرا Stop War. أيضا أحد لاعبي الأوكران المحترف في أتلانتا الإيطالي قبل 4 أيام استغل إطالته خلال اليوروبا ليج، طالب أيضا بمساندة أوكرانيا. كل هذه اللافتات لم نسمع أي اعتراض من جانب الفيفا. طيب نزار عبود، أسلوب التعامل هذا وسياسة الضغط القصوى إذا تمت قراءتها في سياق التاريخي، ما هي دلالاتها وإلى أين من الممكن أن توصل للعالم؟ الوضع الحالي في الصورة العامة العالمية يشبه كثيرا ما جرى في عام 1933 عندما عقد في أمستردام مؤتمر للتجار الأوروبيين وقرروا مقاطعة ألمانيا بعد فوز النازية بالانتخابات، وكانت ذلك هو مقدمة الحقيقية للحرب العالمية الثانية. طبعا مؤتمر فرساي كان قد حرم ألمانيا وفرض عليها عقوبات كبيرة جدا أدت إلى جعل المجتمع الألماني متطرفا
وأحضر النازية وجلب النازية إلى الحكم. وبالتالي عندما فازت النازية بالحكم في عام 33 أيضا فرضت عليها مقاطعة كاملة لأنها لم ترضي الغرب، وبالتالي هذا مهد طبعا إلى تصعيد في بين الدول هذه، وأصبح المقاطعة أدت إلى كارثة حقيقية عندما احترق منطاد أرسلته ألمانيا إلى الولايات المتحدة وصل إلى نيوجيرسي، وأثناء هبوطه احترق لأنه كان يستخدم غاز الهيدروجين لأنه منع من استيراد الهيليوم، وكانت كارثة ضخمة جدا عالمية. كان يمكن لألمانيا أن تكون هي أكبر دولة في عالم الطيران بالنقل عبر الأطلسي، لكن حرمانها أدى إلى كارثة في يومها، وكانت أول كارثة طيران في التاريخ. أيضا طبعا أولمبياد 36 حاولت الولايات المتحدة مقاطعته، لكن كان هناك إجماع دولي على ضرورة المشاركة فيه ولم يحدث مقاطعة فيه. طيب قاسم عز الدين، في سؤال أخير، يعني حين يتم عزل روسيا لذلك تداعيات على الدول التي تعزل، وبالتالي هو عزل أيضا لها، ماذا بعد عزل المنظومات الغربية نفسها عن النماذج التي قدمتها هي؟ هل من الممكن أن نرى نماذج أخرى بديلة؟ يعني نحن نشهد أو على أبواب انقلاب كامل بموازين القوى وبدور المؤسسات الدولية أو المؤسسات التي اتخذت لنفسها صبغة دولية على الأقل يعني منذ الحرب العالمية الثانية وبشكل مباشر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كل هذا الانقلاب يعرض كل هذه المؤسسات أو المنظمات الدولية إلى موضوع جديد، كيف ستسفر الأحداث؟ إلى أين نتجه؟ بأي موازين قوى سيكون العالم بعد مسألة أوكرانيا؟ خاصة أن الجموح الغربي الذي أحدث انقلاب كامل هو قطع عمليا بطاقة سفر ذهاب من دون عودة، هو مستعد أن يذهب إلى النهاية، كيف ستكون النهاية من المبكر الآن. أما بالنسبة للمؤسسات والمؤسسات الدولية أو الواقع، أوضح زميلنا مايك ببراعة عن طبيعة الفيفا وطبيعة المنظمات كرة القدم وغير كرة القدم. هذه المؤسسات عمليا الثروة الرياضية العالمية هي خارج الغرب، مثل كل الثروات، مثل الثروة الطبيعية، مثل الثروة الغذائية، مثل أي ثروة هي خارج الغرب. أهمية الغرب أو هذا الموقع الذي احتله هو بسبب تحويل هذه الثروات إلى عملة، يعني أفسدها. عندما تضرب مصداقية وتضرب هذه المؤسسات بالصميم نتيجة التحولات، من دون أدنى شك هناك مجال واسع لإعادة هذه الثروات إلى طبيعتها، الرياضة إلى الطبيعة الرياضية، والثقافة إلى الطبيعة الثقافية، وقس على ذلك. إذا قاسم عز الدين، نزار عبود، ومايك شلهوب، شكرا جزيلا لكم. الشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة التحليلية. تحليليا انتهت، إلى اللقاء.